فصيله المذهلة استخدامات متعددة تختلف وتتباين حسب رغبة مشتريه. فهناك من يتخذه منزلا مستديما له ولأسرته الصغيرة، وآخر قد يفضله لقضاء الأجازات وعطلات نهاية الأسبوع. وإن كنت رجل أعمال تستطيع استخدامه لإقامة حفلات العمل والاجتماعات المهمة، فهو يكسو مناسباتك طابعا راقيا ويكسبك بلا شك مركزا اجتماعيا مهما مفعما بالفخامة أمام ضيوفك. في حال أنه عندك أنت بزنس ميتينج كونفرنس، بعتقد سكويزيتو كمان بيقضي الاحتياج 100%. المساحات حلوة، فينك تعمل بورد رومز بتسع على يعني سكويزيتو ممكن يوسع لك 100 شخص بالراحة وبفول كومفورت. حيكون very very special لأنه الإمبريشن اللي حياخدوه كشركات عم يزوروك ولا يعملوا معك يسكروا البزنس بعتقد داخل سكويزيتو حتكون شيء خاص. لم يكتفي الأوسكويزيتو بكل مميزاته، فراح يبحث بشغف عن الكمال الذي قد يقترب منه كلما كان منزلا ذكيا. وكان له ما أراد مع شركة سمارت هوم التي استخدمت عجائب التكنولوجيا لتجعل من الأوسكويزيتو تجربة فريدة في تاريخها. سيكوريتي عندك كومبليتلي انتجريتد، بحيث انه الاضاءة تكون انتجريتد معه، الموسيقى تكون انتجريتد معه، الاير كونديشنينج يكون انتجريتد معه، بحيث مجرد صاحب المنزل وصل على بيته بيتعرف عليه البيت، بيضوي له الدرايف واي، بيفتح له الجيت، بيفتح له الجراج بالرايت سبوت اللي هو المفروض يعمل باركينج فيها، بيدخل بيحط الكود تبعه بيشغل الإضاءة، بياخد المود تبع الشخص هذا شو بيحب على حسب الوقت اللي هو وصل فيه. فهذا كله عبارة عن سيكوريتي، بس بنفس الوقت it is integrated مع اللايتنج، integrated مع الاير كونديشنينج. في حال غرف ما تم الدخول عليها النظام آليا بيعمل عبارة عن تجديد للهواء الموجود بالغرفة هاي، إزالة الرطوبة. والميزة الجمالية حتى السمارت هوم حاولنا احنا نستغل مثل ما تقول ان تدخل باكسس كي اكسس والاشياء هذه، اللايتنج يوم تدخل اول ما تدخل تقدر تسوي كنترول حق اللايتنج بالريموت كنترول، الساوند سيستم، فحاولنا نستغل كل التكنولوجيا الاشياء اللي موجوده ونحطها في المشروع. بنفس الوقت مشبوك على الاقمار الصناعيه مباشره، في عندك اتصال مباشر دولي عبر الهاتف، اتصال لاسلكي عن طريق كونفرجن مع اتصالات للجي اس ام لاين انتو فيكست لاين سيفتي، بنقدر نعرف اي شيء عم يصير بسكويزيتو باي محل، مجهز كمان بكاميرات من جميع الجهات، اكسس كنترول، ووتر ليك ديتكشن، ووتر تانك ليفل اليرت، دريب تري اند اير كونديشنينج فلترز اليرت، يعني اي شيء بيخطر على بالك كبي ام اس او خلينا نقول كهوم مانجمنت سيستم ان ذا سي ان ا سبيشال كيس اسكويزيتو بيلبي احتياجاتك. سمارت هوم لم تكتفي بتزويد البيت بالأجهزة، بل تطور الأمر لتدخل كمقاول في المشروع، حيث تطلبت عمليات التوصيل وجودهم. فكل التوصيلات الكهربائية تختص بأجهزتهم المزروعة في كل ركن من أركان المنزل. احنا عملنا التبريدات الكهربائية كمان بسكويزيتو، يعني كل شيء في عندك خلينا نقول مقاولات خاصة بالكهرباء، بالإلكترونيات، بالاتصال، بالصوتيات، بالضوئيات. في عندنا فرقة احنا خاصة بهذا المجال، عملوا كل التمديدات الداخلية بسكويزيتو. سكويزيتو إز سمارت هوم باي إتسلف، يعني بيجي صاحب المركب، طبعا ممكن في حال انه عنده اي ضيوف جايين من برا وصلوا على المركب تبعه وهو لسه ما وصل، بامكانه انه يتصل على سكويزيتو ويفتح لهم الباب من برا. بمجرد فتح لهم الباب they can enter. Once they enter the light will start, the air conditioning will start, the music will start, all the vital services inside سكويزيتو will start. في حال كمان هو ما في حدا بسكويزيتو،
انتصافه بالمارينا ولا بغيرها. حدا حاول انه يدخل على سكويزيتو، سكويزيتو رأسا في عنده نظام ديفنس اللي هو الارم سيستم، زائد انه رأسا بيتصل وبيحدد موقعه بالضبط وشو اللي عم يصير فيه. بتم كمان نقل الصورة من سكويزيتو عن طريق الكاميرات اللي هي كلها فاندل بروف. خطوات الإنشاء الأولي للمشروع بدأت في أواخر 2004، وأهم أسباب صناعته في مصنع اليخوت هذا هو أنه فعلا يحتاج إلى طريقة إنشاء تشابه كثيرا طريقة صنع اليخوت من ناحية ألواح الألومنيوم المستخدمة بكثرة والتي تتلائم مع طبيعته البحرية وظروف تواجده فوق الماء، وهذا ما سيضمن السلامة وخفة الوزن التي يتطلبها البيت. Well, we have the date on the 16th, which will a big crane will come and take it on a trailer, and then it will go on the water to be tested. سينتهي المشروع إنشائيا في سبتمبر من هذا العام، وفي منتصف أكتوبر ستكتمل أعمال الديكور الداخلي ليصبح جاهزا لاحتضان البحر في أواخر أكتوبر من نفس العام. وذلك اليوم لن يكون يوما عاديا للمصممين الذين ينتظرونه بفارغ الصبر ليروا مياه الخور تختلط مع قاعدة الأوسكويزيتو. وهذا سيتم بحضور إعلامي ضخم بالإضافة إلى وحدات الشرطة التي ستكون متواجدة لحفظ الأمن. الحين وصلنا إلى مثل ما تقول تقريبا 80% المشروع تقريبا اكتمل، وطبعا تحس بالفخر، يعني تحس انك خلال السنتين هذول اللي قاعد تشتغل فيهم وصلت لدرجه يعني ان قدمت شيء كان على الورق او بالخيال بالمخيله وصار على الحقيقه. This is a project which became like a dream first of all, and now I feel it's like having a baby, you know, you want to take care of it, and I'm sure the moment it will go from the dry dock to the water will be very moving for me, because seeing the real thing going into the water, and then I hope we can all celebrate. استغرق العمل في هذا المشروع ما يقارب السنتين، وهو ما يعتبر وقت طويل نسبيا بالنسبة لهذا النوع من المشاريع الهندسية، ويعود السبب في ذلك إلى أن هذا البيت هو النسخة التجريبية الأولى والتي ستطرح للعرض على المستثمرين ومحبي البحر. Now we have the time to see everything how it goes, and it's better to make one by one because it's a personalized home. Everybody can choose. Maybe somebody that doesn't like white, maybe they don't like so much glass. We can make it really a personalized home on the water. حيث سيفتح المجال أمامهم ليختاروا أو يضيفوا ما يريدونه، خاصة في تنسيق الديكور الداخلي. ولن تستغرق عملية صناعة بيت جديد أكثر من 7 أشهر ابتداء من عقد الاتفاق. حاولنا نحقق حلم، ما حاولنا أن نبني. أودي سكويزيتو كان فكرة أصبحت حلما، وها هو الحلم يتحقق. لا يمكننا اعتباره مجرد مشروع هندسي عابر، فهو أكثر من ذلك بكثير. إنه على الأقل في أعين صانعيه طفل سيولد وسيكبر ليصبح يوما ما أو ديسكويزيتو.